نشرت وزارة التجارة بيانا عبر صفحتها على الفيسبوك تعلم من خلاله تبرؤها من حساب على موقع التواصل ينتحل صفة الوزير. وأوضحت الوزارة في ذاك البيان أن الوزارة والوزير يتبرأان من حساب على الفيسبوك على شكل مجموعة والمسمات مناصري وزير التجارة رزيق كمال، وبهذا فإنها تعلم كافة المتابعين للحساب الرسمي للوزارة وكذا للحساب الرسمي للوزير لا علاقة لهم بالحساب المذكور. وأضاف البيان أنه سيتم ابتداء من الغد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منتحل الصفة من مسيري هذه الصفحة أمام الجهات الأمنية والقضائية المختصة.